هتقاوم الشير بالايه؟ بالكنات. يبقى الكنة بتقاوم شير. هل الكنة كده بتقاوم شير؟ لا، الكنة ما بتقاومش الشير. الشير يا شباب يعني ايه؟ الشير حاجة عمودية على المنبر، صح؟ ده منبر، دي الكنة دي. وده كده شير، صح؟ بالنسبة للكنة. مش ده كده شير بالنسبة للكنة؟ هل الكنة دي بتقاوم الشير ده؟ لا. أمال بتقاوم ايه؟ بص كده، بص كده، هو الكنة بتتحط كده في القطاع دي، الكبر الكنة كده، الكنة محطوطة كده، والقفل بتاع الكنة اهو، الشير كده، صح؟ هل ده يعتبر شير بالنسبة للخط ده ولا نورمال؟ نورمال. يبقى الكنة بتعمل ايه؟ الكنة بتقاوم النورمال اللي ناتج عن الشير.